تنحاربوا دوك الناس اللي تيقول لك نقص بيع اللحم 100 درهم. علاش؟ علاش غنبيعوا اللحم 100 درهم؟ وراه خص تبيع حتى ب 17 وهذا يبيع ب 17 وكلشي يبيع. تيقول لك بيع اللحم 100 درهم، علاش؟ شنو السبب باش نبيع اللحم 100 درهم؟ واش نقصوا نبيعوا 85 وكلشي ياكل اللحم ولا نبيعوا 100 درهم حتى واحد ياكل اللحم؟ تيقول لك مزارات الحمران في حي الامال 85 البلدي وباقي الجديد وباقي الجديد. هاد السيمانه باقي نقص، انا تنوعد هاد المرفر هاد السيمانه باقي نقص، باقي نقص ما كاينش زياده نقص. انا سي الاستاذ ديالي المحترم، اجي اجي دوك الناس اللي تيبقاو يعايروا ويسبوا، واش اللحم بحال اللحم؟ يلا اعطيني هذا، اعطيني هذا، يلا شي جزائري بدا يقول لك عيط ليا في التليفون. النمره ديالي 06 51 05 69 83. شي جزائري بغا يبدا يدوي المعلم، هو المعلم، هلا هلا المعلم، هلا هلا شي جزائري بدا يدوي عيط ليا في التليفون. ها هلا زيد هلا هلا المعلم. والغنمي 120 درهم، الغنمي 120. هلا المعلم، هلا المعلم، البلدي البلدي المعلم، هلا هلا المعلم، هلا هلا. وليت في حي الامل، المحل الجديد هو ديال حي الامل شارع ابو العلا، بدلنا المحل باقي الحال ديال حي بلان الدار، باقي باقي خلينا فيه الحاج. وحنا دابا في حي الامل، علاش؟ حيت الناس تيجيو بعيد ديال حي ديال جنان الدار، اكثر اذا الناس تيجيو بعيد. وحنا دابا في حي الامل بملال، مرحبا بكم في شارع ابو العلا. وحركه ديما باقي هو هو اللحم 85 درهم ديما الجديد، مع مزارف عمران الجديد 85 درهم. مرحبا بالاخوان في الاسواق، جميع الاسواق الحمد لله. واخا غالي واش غدير؟ راه كاين الدواور كاين الصدا، دابا راه حاليا الدور غالي، راه الدوار راه كاع 5000 درهم 6000 درهم. اكثر الناس يقول لك اللحم غالي، لا ما غاليش عادي. اللحم راه في السوق دابا اكثر الناس يبيعوا ب 100 درهم، وكل تيدير اللي تسلكو، كل اللي تيدير اللي قال لي راسو. حنا دابا نبيعوا اللحم 85 درهم، وانا خصك تشوف اللحم، اللحم راه ماشي كيما قال شي وحده تيبقى يقول اللحم ماشي هو اللحم، اللحم ديال بصح هذا كاليتي. انا شوف شوف مرحبا، انا تنسافر تنخرج من المنطقه ديال بلملان، تنمشيو تنبعدوا الاسواق بزاف باش نجيبوا اللحم، باش نكون الزبناء اي حاجه بغاو يصيبوا موجود. حاليا دابا كاين لحم راس كل شيء كل شيء كاين، اش ما نتفاوش حنا بولات غنتفاو، وهذاك الشيء امر ديال الله عز وجل، اش ما نتفاوش حنا بقينا زوين البانو كنا ما مسالينش وسكر عندنا ملاك ماشي عندو الحم، عندنا عندنا اغراض اخرين مقابلينهم، لا بغينا الحم راه ابار، اش ما نتفاوش حنا ما عمرنا نتفاوش في جهه الله السميع العليم، ديما حنا موجودين وديما مع الكليان وديما الجديد مع مزارة عمران. وراك عارفين الناس عارفين اللحم ديالنا، خلي دوك الماسكات الاخفاء، اي واحد تيجي مرحبا بيه مزارة عمران تقول لكم اللحم 85 درهم. ما عنديش انا زعما اللحم يبين لك، ما عنديش زعما ندير كاليتي ديال اللحم، خلي بغا يقول شنو يقول هذا الشيء اللي تيقول، تيقولوا تيقولوا الاخفاء جنود خفاء، شكون بعدوك هذوك في الحرب هو الجزائر. وحنا اكثر ديال الناس تيقول لك ما تبيعش اللحم 100 درهم، علاش تبيعوا اللحم 100 درهم؟ واش بغينا نبيعوا اللحم ب 4000 للكليان ما فهمتش؟ هذا بعد النقطة هذه راه ماشي لينا احنا، الكليان اللي خصهم يهضروا. تيقول لك هو بيع اللحم 100 درهم، اه ودابا فين اللي احسن؟ تبيع اللحم ب 85 للكليان وتبيع 100 درهم ولا احسن العون؟ احنا دزنا في الموجة ديال دزنا في الموجة ديال الجفاف، تيقول لك الناس ولا بيع اللحم 100 درهم ولا ما مسلكش ولا شي تبيع اللحم 100 درهم، واش غنبيعوا اللحم ب فين اللي احسن؟ نبيعوه ب 17 مليون للكليان ولا نبيعوه ب 100 درهم؟ فين اللي احسن؟ هذه النقطة اللي بنقول لك الدراوش، احنا ما الدراوش الله يخصنا ما الدراوش. لا شي كليان جاو عندك قال لك دي تعطينا العظم في اللحام ولا شي، الناس ما يمكنش واش كاين لحم بالعظم؟ راه ما كاينش لحم ولا اي حاجه هو كل العظم، واش كنديروا نسبسلوه؟ راه دارو خاصنا اللحم والعظم والشحم وكذا، راه كلها تيتحقوا كلها تيتحقوا من هذا المنبر، تنقول لك كلها تيتحقوا والله الا حنا تنصبروا. واش واحد بغى يجي يدير ب 20 درهم غادي يعطيه العظم؟ ما يمكنش. جا واحد بغى يدير نص كيلو غادي يعطيه العظم؟ ما يمكنش. راه تعطيه الحيمات وتعطيك كذا، دارو روح تهلاو هذا راه ولا كل تي يدي نصيبو. احنا ما خصهم واحد النقطه تاع الثمن، حنا تنبيعو اللحم 85 درهم، راه ضروري تزيد شحيمات تزيد كذا، اما اللحم ديالو راه غيدي ميزانو راه تيدي اللحم، راه ضروري يكون مخلط، راه ضروري عند اي جزار تيبان لك. واش كاين شي جزار انا تحدى اي جزار يبيع لك الهبره ب 100 درهم؟ ها تقول لي تيبيعوا اللحم 100 درهم، يبيعوا اللحم 100 درهم الهبره ب 100 درهم. حنا في مصر غير في المغرب، وانت الهبره ب 100 درهم والهبره حنا دايرين الكفته دايرين 100 درهم، الكفته ديال الجو تطحن قدامهم 100 درهم. ولا لا لا دابا الرخا تيقلب، حنا تنقولوا شوف لا هما قليل مداوم ولا كثير وقليل، تقول لهم عاون مع الناس عاون الدراوش عاون كلشي ياكل لحم. حنا في الموجه رمضان درنا الناس كنديرها 90 درهم وحنا دايرين 70 درهم، والناس كانوا اللحم ديالنا 70 درهم في رمضان ما دارت حتى واحد في رمضان حاليا، وحاليا 85 درهم ما دارت حتى واحد حاليا. دابا في المنطقه ديالنا وخارج المنطقه ديالنا تعمل 90 درهم،
كل شيء دير كل شيء أكثر يد الناس قليل. كين واحد سيد هنا في متحقة ديالنا في ولادي يجير 90 وكين واحد دري في ولادي 90 تحية لي مات المنبر وتحملها تاو ولا دير 90 ولي مش عادو تاو 85 ونفس الجودة تاو عنده الكاليتي وما دخلوا تا منطقة هذا مشوا ما في مكان سلاحنا غادي نتابعين البنة في الليد كاين الحلاوة في البركة في الليد الحمد لله اللي داه لما جاش حلو يجي تخلص فيه يجي يرد فلوسه هذا نقول من هذا المنبر أي واحد مرحبا به من زارة عمران في حي الأمان ولا في الرائد اللي مشى كاين الأب ديالي في الرائد حي الرائد في نطار وحنا دابا حاليا في حي الأمان شارع أبو العلا قرب مسجد حي الأمان السفورية من أحسن المرقد كاين شي مرقد تيكون زفت ياكل بحال تياكل الشمندر تا الشمندر تورا من تورا تاع الشمندر وحده وما تعطيش لوغو ماشي بحال المزقور بحال العلف بحال دابا المنطقه ديال الشاويه ومنطقه ديال بجد حلو اللحم ديالها علاش حلو حيت تيعلفوا العلف بور تيعلفوا العلف تاع الشعير الشمندر فهمتي هادشي علاش عطاو الكرمه هنا لا هاد المنطقه ديال بني موسى وبني عمير تاخذوا كديد تيدفعوا كاين الكرمه وكاين كاين الخضر فهمتي هنا المنطقة ديال هذا كاين البور ما كاينش الماء السقوي تيكون اللحم حلو تيكون اللحم حلو تحية لجميع الإخوان من طنجة للقويرة اللي جاتنا مرحبا بي تقول لكم زارة عمران في حي الأمال 85 البلدي وباقي الجديد وباقي الجديد هاد السيمانة باقي نقوص أنا تنوعد ما تنمرر هاد السيمانة باقي نقوص باقي نقوص ما كاينش زيادة نقوص بغيتو اللحم يدخل من برا وما كرهناش راه تيقولوا دخلت حاجه ما شفنا حاليا باقي حاجه ما شفنا حاليا باقي السلعه غاليه في المنطقه ديالنا باقي الثمن كاين الثمن حاليا دابا كاين الثمن الشتا اللي جا تعاون شويه الوقت والحمد لله الحمد لله ربي الحمد لله ربي كبير والله يزيدنا من فضله لا بدا حنا ما كنحاربوا دوك الناس اللي تيقول لك نقص بيع اللحم 100 درهم علاش علاش نبيعوا اللحم 100 درهم وانا خاص بيع حتى ب 17 وهذا يبيع ب 17 وكلشي يبيع تيقول بيع اللحم 100 درهم علاش شنو السبب باش نبيع اللحم 100 درهم واش نقصوا نبيعوا 85 وكلشي ياكل اللحم ولا نبيعوا 100 درهم تروح 100 كل لحم هذا النقطه الاخوان ومرحبا بالجميع اللي يجي عندك هذا المحل اللي بغى يجي عندي في حي الامال شارع ابو العلا قرب الساكادير حي الامال جيت قرب الجامع مسجد حي الامال اللي عندنا مرحبا به مزارة الحمراء تترحب بالجميع سي انا سي الاستاذ ديالي المحترم اجي دوك الناس اللي تيبقاو يعايروا ويسبوا واش اللحم بحال اللحم يلا اعطيني هذا اعطيني هذا يلا شي الزاري بدا يقول لك يعيط لي في التليفون النمره ديالي 06 51 05 69 83 شي الزاري بغا يبدا يدوي المعلم هو المعلم هلا هلا المعلم هلا هلا شي الزاري بدا يدوي يعيط لي في التليفون هلا زيد هلا هلا المعلم والغمي 120 درهم الغمي 120 هلا المعلم هلا المعلم البلدي المعلم هلا هانا من هانا اسم على مسمى مزارة عمران نقول مرحبا بالجميع شوف انا مزوق بني لي على هذه العين شوفوا الحبابه ديالي